مرحبا صبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، يسعد لي اكل اوقاتكم، واهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي دمروا القناه، نورتوا عيلتكم الجديده. اليوم هيك صباح يوم عطله، طلعنا نحن واخي حب يزور هيك قبر المرحومه اختي الله يرحمها ويرحم امواتنا جميع. اخي اللي اجى من المانيا فهو اول مره بيروح بيزورها، حبينا نروح كلياتنا سوا. اخذت له معي هيك ورده، بتحب الورده هي والزريعه، زرعت لها على القبر الله يرحمه ويرحم جميع الأموات يا رب. كانت زيارة التربة بالنسبة إلي يعني مجرد زعل وحزن كل ما أروح لهنيك، بلا بالعكس صرت وقت روح هيك حس ارتدت لي الروح، حس إني زرت أختي، شفتها، شافتني. بعد ما زرنا التربة بطريق الرجعة هيك دخلنا على منتزة قريب من هنيك من كيليوس، منتزه حلو كتير يعني، هيك قعدوا الاولاد وانبسطوا ولعبوا، والحمد لله كان من حظنا انه الجو كتير حلو والشمس طالعه، فكتير انبسطوا الاولاد هيك وقضوا كم ساعه مبسوطين تحت الشمس. في فرس كان موجود بالمنتزه كمان هيك بيحسن الاولاد يركبوا عليه، ماجور طبعا، فاساس بنتي تركب عليه ما رضيت، خافت تركتني قاعده على الكرسي، قالت لي اعطيني الجوال شوي بدي اتصور، وراحت هيك صورت الفرس، هي هاد التصوير اكله تصوير للفرس، حبيت صوره، قال لي لاني ما ركبت عليه فحبيت صوره عشان ما يضل ذكرى يعني انه انا ما ركبت عليه بس صورته. بعد ما رجعنا من التربة مرقنا على البيم نحن وراجعين، جبنا شوية اغراض، بدي اعمل هيك اكلة سريعة معكرونة سباكيتي بالكريمة والجبنة الاشقوان، كتير طيبة هي الاكلة يعني، هيك دغري بنعمل بتساوى سخنة بتاكل سخنة. جبت اغراضي وهذا الكيس اللي حاطهم بقلبه لي فترة عم استخدمه، عم لاقي احسن من الاكياس النايلون يعني، احسن ما عم نشتري من كوم الاكياس وعم تنسقب دغري الكيس يعني، ما عم نحسن نستخدمه اصلا لشغلات تانية او نعيد تدويره، فعم لاقي هاد افضل. هلا هي بتنعمل هاي الاكله بكل انواع المعكرونه، بس انا بلاقي لذ الشي بالمعكرونه سباكيتي، واللي بتجي هيك شوي يعني عود المعكرونه بيجي سميك مو من الرقيقه اللي بتعطي نشاهي، السميكه بتطلع ازرق. وبدنا جبنه الاشقوان كمان هيك بشرتها، قلت بما تنسلق المعكرونه بشرتها وحطها على جنب. وبدنا علبه كريمه هي بتجي 200 ملي كمان، هي اخر شي بما تنسلق حجهز الصوص. وللصوص بدي هيك بصلة صغيرة في مرمتة ناعم، وحصين توم كبار أو أربعة صغار كمان هيك بهرسون، وبدي 3/4 معالق دبس بندورة كمان هيك بقليهم كلهم مع شوية بهارات اللي بتحبوها. أنا حطيت شوية بهارات بابريكا، وحطيت أوريجانو شوي، وحطيت زنجبيل وهيل، وحطيت شوية بهارات مشكل وملح، وبخلطهم مع بعضهم منيح هيك بقليل دبس البندورة، بعدين بنزل عليهم شوية حليب، وبتقدروا بدال الحليب يعني يكون مي من مية المعكرونة بناخد هيك شوي وبنحطهم فوقهم، أنا فضلت حط الحليب بطلع أطيب. والمعكرونة بتكون هون استوت دغري، بشيلها من الطنجرة بصفيها وبحطها فوق الصوص اللي عملته، لأنه كان لازم أحرك الكريمة مع دبس البندورة عشان ما تعذبني بالتحريك، بس أنا دغري حطيت المعكرونة نسيت يعني، بس أفضل إنه نخليه يختلط
الصوص مع بعضه، وبعدين نحط فوق المعكرونة لحتى يختلطوا منيح مع بعض. بعد ما نضيف الجبنة الأشقوان أو الكاشار نتركها هيك 5 دقايق مغطاية لحتى تسيخ منيح، وبعدين بحركهم مع بعضهم لحتى تتغلغل الجبنة بقلبها. أكلة كتير طيبة طعمتها خيال، جربوها. هيك بتكون الوصفة جاهزة، بتسكبها بالصحون ودغري على الأكل. مو طيبة تبرد أو لتاني يوم لأنه فيها كريمة وفيها هيك جبنة بقلبها فبتتغير طعمتها. في صبايا كتير سألوني عن هاي اللي بشربها المتة. هي متة، هي عبارة عن أعشاب مطحونة أصلا من الأرجنتين على ما أعتقد. عنا بسوريا كتير مشهورة، حتى بتركيا هون أطراف اللي حدودية مع سوريا كمان مشهورة. هلا هي كتير ظريفة، منيحة لتنظيف الكلاوي، منيحة لكتير شغلات، حتى للرجيم كتير منيحة. فعند السوريين ممكن تلاقوا منها إذا أنتوا هون بتركيا، اللي ما بيعرفها. صباح جديد ويوم جديد، فإنا بكير بهذا اليوم، كمان يوم عطلة. بدنا نروح هيك من الصبح بكير، بتعرفوا انتو يعني اخي اجا من السفر ولسه ما طلعنا هيك مشاوير، واسمه يوم عطلة يعني الكل معطل. فهيك اتفقنا كلياتنا سوا رح نطلع نفطر بمكان حلو بتشطلجة. حشارككم هنيك، المكان كتير حلو ومميز. لانه بدنا نطلع نفطر برا فحنطلع بكير من البيت، لهيك فقت بكير انا اول وحدة. عملت القهوة وقعدت اشربها وهيك صغيرة من جديد، بدال ما اخد حبة شوكولا او ما اكل شي يعني، باخد هيك قطعة من الفواكه المجففة، تين او خوخ او كيوي او اي شي مجفف يعني، هيك قطعة قطعتين يعني بتحسهم بيعدلوا المزاج. بما انه عم ناكل سكر وناكل، فناخد السكر المفيد يعني، السكر من الفواكه المجففة أفضل من السكر اللي عم ناخده من مصادر تانية. هذا المكان بيبعد عن أسنيور تقريبا 40 دقيقة، هو بتشاطلجة، هناك مليان منتزهات وأماكن حلوة يعني مطاعم. هون في الفلامينغو، طيور الفلامينغو، في منتزه اسمه فلامينغو، وهذا المنتزه اللي احنا قعدنا فيه اسمه داكويو، يعني مثل ضيعة الطبيعة. ففي الفطور فيه وهيك مفتوح، بوفيه مفتوح، فكل واحد بيطلع بيسكب اللي بده اياه. نحن سكبنا كميات منيحة يعني لأنه عم نسكب للكل، فهيك أنا ونسوان أخواتي كل واحد سكب شي وقعدنا كلنا وفطرنا مع بعض.
هلا الفطور عندهم عبارة عن تخولية تفع وتخولية برا، على الكبير 240 وعلى الصغير 120. الصغير تحت الأربع سنين ما بيندفع له، فوق الأربع سنين 120 ليرة. وموجود من جميع الأصناف، المقالي، البريك، البوشة، الكورن فليكس كمان بأنواعه، في البطاطا المقلية، في الأجبان، الألبان، الزيتون، حلويات، الفواكه، الشاي، يعني كل شي شو بيخطر على بالكم موجود. السلطات، السلطات الغربية والتركية، في اللهم صل على النبي، يعني كل شي بيخطر على بالكم موجود بهالبوفيه. كتير حلو، كتير نظيف، وبتسكبوا انتو بإيدكم شو بدكم بتسكبوا، بتقدروا تسكبوا. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor it. الحلو بالمكان انه في كتير نشاطات يعملوها الاولاد، هيك في شوية حيوانات حاطينهم، طيور، شفتوا المعزات صغار حلوين، في طاووس، في طيور الفلامينجو كمان كتير حلوين هدول، في بط بالبحيرة هدول موجودين، يعني هيك في كتير شغلات الاولاد بيلتهوا فيها، وفي العاب حتى، وفي نهر تحت. هلا خليكم معي لحتى تشوفوا النهر تحت، كمان اطلالة تانية حلوة كتير. بعد ما خلصنا فطور نزلنا هيك اخذنا الشاي ونزلنا قعدنا تحت على النهر. قبل ما نوصل لنهاية الفيديو، اذا ما عملتوا لي اعجاب روحوا اعملوا اعجاب، واذا كنتوا جداد روحوا اشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى توصلكم كل الفيديوهات. غالبا ما عم توصلكم اشعارات القناة او الفيديوهات اللي عم نزلها انا، اذا ما عم توصلكم الغوا الاشتراك ورجعوا اشتركوا، ممكن ترجع تدفع الاشعارات من اول وجديد. وهيك بيكون انتهى فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدته، واذا استمتعتوا لا تنسوني من دعائكم ومن تعليقاتكم الحلوة، بحبكم كتير، ولا بترككم بأمان الله، سلام.